السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في اللقاء الحي الثالث في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي سوف نخصصها اليوم لطرق قياس الدخل القومي أو الناتج القومي أو الإنفاق القومي، لأننا نحن أخذنا سابقا في لقاء الحي الثاني الماضي يوم الاثنين أن الإنتاج هو الدخل هو الإنفاق. طيب كيف نقيس الناتج؟ في عندنا ثلاث طرق رئيسية لقياس الناتج القومي أو الإنتاج الإجمالي. أول طريقة طريقة الناتج، وفي عندنا الطريقة الثانية طريقة الدخول الموزعة، وفي طريقة ثالثة هي طريقة الإنفاق. طريقة الدخول الموزعة هي، والطريقة الثالثة خليكم معي الإنفاق expenditure approach. خلينا نبدأ بالطريقة الأولى لحساب الدخل القومي أو الناتج القومي، اللي هي طريقة الناتج. هاي الطريقة بتقوم على أساس قياس كل السلع والخدمات النهائية التي أنتجت خلال العام. فطريقة الناتج تنقسم إلى قسمين، إما منقيسها عن طريق السلع النهائية final goods approach، أو في طريقة ثانية تعطيني نفس النتيجة، يعني هتعطيني نفس النتيجة اسمها طريقة القيمة المضافة. ليش نستخدم الطريقة الثانية؟ هلأ بعد شوي المبرر لاستخدام الطريقة الثانية بعد شوي بنعرف. خلينا بالألف طريقة الناتج عن طريق السلع النهائية. بتم حساب فيها قيم السلع والخدمات التي أنتجت في البلد بشكلها النهائي خلال مدة زمنية عادة تكون سنة، من دون حساب قيمة السلع الوسيطة الداخلة في العملية الإنتاجية. بمعنى نحسب فقط يا شباب، نحسب فقط يا شباب السلع النهائية. كيف؟ شو يعني السلع النهائية؟ يعني أنا عندي سلعة الأحذية. الأحذية بحسب قيمة الحذاء المباع. بالطبع لكي أنتج الغذاء هناك خيوط، هناك جلود، هناك مواد أخرى سلع وسيطة دخلت في هذه العملية الإنتاجية. لكن أنا ما بحسب إلا قيمة الحذاء كسلعة نهائية. هذا نفهمكم إياها. نأخذ مثال عشان نفهم. خلينا نأخذ مثال مزرعة. نفترض للتبسيط أن الاقتصاد مزرعة بدأ إنتاجها الكلي من القمح 50 طن مع سعر للطن الواحد 100 دولار. تم بيع هذا القمح بالكامل من طرف المزارعين للمطاحن في البلد، لقطاع المطاحن في البلد، واللي بالطبع حولته هذا القمح، طحنته، حطته في أكياس، وباعته بدورها إلى المخابز، إلى قطاع المخابز كطحين. قطاع المخابز بسعر بالطبع 150 دولار. قطاع المخابز أو الفران أخذ الطحين، حط عليه ماء، وحط عليه خميرة وسكر وملح وإلى آخره، وحوله إلى خبز. باعه للمستهلك النهائي الأفراد في البلد كخبز. الخبز هو السلعة النهائية، وليس القمح، وليس الطحين. إذا الخبز هو السلعة النهائية. إذا هنا باعه المطاحن، المخابز باعت الناس الخبز بسعر 210 دولارات للطن. بسألك احسب الناتج القومي أو الدخل القومي بطريقة السلع النهائية. موضوع جدا جدا سهل وبسيط. كيف؟ بنجيب السلعة النهائية الخبز. مين هي؟ اسأل نفسك في هذه العملية مين هي؟ هل هي القمح أم هي الطحين أم الخبز؟ أكيد الخبز. كم الكمية المباعة من الخبز؟ 50 طن. كم بيعت كل طن؟ كل طن بيعت ب210 دولارات. نضرب سعر بيع الطن 210 بال50 طن
بيطلع 10,500. لو كان انا عندي الخبز والملابس في البلد، عندي ما عندي بس خبز، عندي الخبز، عندي الملابس، عندي الالبان، عندي الاجبان، عندي الاحذيه، عندي البنزين، باخذ كل وحده بيع منها بضرب بسعرها بجمعهم بيطلع الدخل القومي. لكن انا اعطيت مثال تبسيطي، مثال تبسيطي. طيب الان بالتالي بطريقه السلع النهائيه هنا لا نحسب الا قيمه الخبز كسلعه نهائيه. فعيب، احدى عيوب هذه الطريقه انها ما بتخليني اعرف انا كم ساهم كل قطاع من القطاعات الاخرى في الدخل القومي او في الناتج القومي. يعني انا عرفت ان الناتج القومي 10,500، عرفت، لكن لا اعرف بالضبط كم مساهمه المزارعين في الدخل القومي، كم ساهم المطاحن في الدخل القومي من اصل 10,500، كم ساهمت المطاحن، انا ما بعرف، ولا بقى حتى كمان قطاع المخابز كم حصته مساهمته من اصل 10,500 في الدخل القومي. لكي اعرف كل قطاع على حده كم حصته من 10,500 بلجأ للباء، للطريقه الثانيه، طريقه القيمه المضافه، الايد فاليو ابروش، الايدد فاليو ابروش. خليكم معي. كيف نحسبها؟ لو حكى لك اعطاك هذا المثال نفسه بس هون قال لك احسب الدخل القومي ليس بطريقه السعر النهائي وانما بطريقه القيمه المضافه بدل السلعه النهائيه قيمه مضافه. كيف بدك تشتغل؟ بدك تشتغل كالتالي، تحط قطاع المزارعين هنا، قطاع المطاحن، قطاع الافران او المخابز. قطاع المزارعين ينتجون القمح، انتجوا القمح 50 طن، باعوه لل 50 طن للقطاع المخابز ب 100 دولار للطن، اذا القيمه المباعه 5000 دولار. قطاع المطاحن اللي اشترى القمح من المزارعين جاب القمح كحبوب طحنه وحوله الى طحين ناعم ووضعه في اكياس وباع الطحين الى المخابز 50 طن، حول القمح الى 50 طن طحين وباعه للمخابز بسعر 150 دولار للطن. اذا 50 طن ضرب 150 دولار للطن الواحد 7,500. قطاع المخابز اخذوا الطحين ووضعوا عليه ماء ووضعوا خميره ووضعوا ملح ووضعوا سكر ووضعوه داخل الفرن وحولوه الى خبز وباعوا ال 50 طن خبز للمستهلكين النهائيين اللي هم انا وانت وهي الافراد ب 210 دولارات لكل طن. فالقيمه المباعه هي 50 ضرب 210 10,500. رائع. اذا الان القيمه المضافه المزارعين، في شيء قبل المزارعين، في شيء قبلها، لا في رقم قبل هون 5000 ناقص لا شيء 5000، هي القيمة المضافة من طرف المزارعين 7500. في شيء قبلها؟ نعم في 5000. اطرحي 7500 من 5000 2500. هذا مساهمة قطاع المطاحن في العملية الإنتاجية. أخيرا قطاع المخابز او الافران 10,500، قبلها شو في؟ قبلها 7,500. اطرحوا 10,500 ناقص 7,500 يعطيك 3,000. لو جمعت 5 زائد 2,500 زائد 3,000
يعطيك الدخل القومي ل 10,500 اللي حسبناه هون نفس. لكن الفرق بين هنا وهناك انه هون انا صح حسبت الدخل القومي 10,500، لكن انا اصبحت اعرف كم ساهم قطاع المزارعين في العمليه الانتاجيه. المزارعين هم اكبر حصه، تقريبا النصف. لو قسمت 5000 10,500 بيطلع المزارعين يساهمون بنصف الناتج القومي في البلد، النصف. فهمتوا؟ اما الافران لو قسمت 3000 على 10,000 بيطلع فقط مساهمتهم تقريبا 30%. فهمتوا؟ ايوه رائع. اذا اعلى مساهمه هيك بعرف حصه، هيك بستطيع اعرف حصه كل قطاع من القطاعات على حده من الناتج القومي. ايوه رائع. الان طريقه الدخول الموزع الانكمز ديستريبيوتد ابروتش، هاي عباره عن مجموع دخول عناصر الانتاج التي ساهمت في العمليه الانتاجيه. انا اعطيتكم في اللقاء الحي السابق يوم الاثنين الماضي انه حلقه التدفق الدائري للدخل، اللي هي قلت لكم اعطيتكم مثال شركه المراعي تنتج الالبان. عناصر الانتاج هي العمال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم، ورأس المال اللي بتقاضى الفوائد، وصاحب الارض اللي المراعي استاجروا تلك الارض لإقامة المصنع عليه يتقاضى ايجار او ريع ارضه او ايجار عقاره، واخيرا قطاع المنظمين القائمين على العملية الانتاجية في المراعي يتقاضون الارباح الموزعة وغير الموزعة. صح؟ اذا لو جمعتم هذول كلهم بيعطيني الدخل القومي او الناتج القومي بطريقة الدخول الموزعة. وهذه الطريقة هي اسهل الطرق ولكن ليست اكثرهم دقة. لماذا؟ الانتقاد الأول، لأن هناك أشخاص عادة يحصلون على دخول دون أن يعملوا، أي دون أن يساهموا في العملية الإنتاجية، مثل المتقاعدين. فالمتقاعدين يتقاضون رواتب في البلد، لكنهم هؤلاء لا يعملون. معناته هؤلاء لا يعملون ودخلناهم في العملية الإنتاجية رغم أنهم لا يعملون. الإعانات، بعض الشباب هم عاطلون عن العمل، لا يساهمون في العملية الإنتاجية، مكتوب التي ساهمت في العملية الإنتاجية، لكن العاطل عن العمل لا يساهم في العملية الإنتاجية، ورغم ذلك تعطي الدولة عن طريق برنامج حافز مبلغ 3000 ريال في الشهر. صح؟ اذا هذول نستبعدهم من حساب الدخل القومي. اما الانتقاد الثاني، فهناك اناس لم يدخلوا في حساب الدخول الموزعة، لا، رغم انهم لا يسلمون رواتبهم بمعنى كاملة. انت تشتغل بشركة، راتبك لا تأخذه كامل، في قطاعات التأمين يأخذ من، مثلا أنت راتبك 10,000 ريال يأخذ منك تأمين 200 ريال، تأمين صحي، ضمان اجتماعي 300 ريال شهريا، قصة التقاعد 200 ريال، ضريبة الدخل مثلا 5% إلى آخره. فهذول لابد من إضافتهم عند حساب الدخل القومي، لأنه تحسب الأجور والرواتب مثلا بيطلع 8,000 ريال، لكن يجب إعادة هدول إلى حساب الدخول الموزعة. الآن الطريقة الثالثة والأخيرة والمهمة جدا بالنسبة لنا،
واللي في اللقاء الحي السادس هخصص لها اللقاء الحي السادس واللقاء الحي السابع واللقاء الحي الثامن للتحدث عنها عندما نذهب ونتحدث عن تحديد الدخل التوازني، الدخل القومي، الدخل القومي التوازني في اقتصاد مغلق واقتصاد مفتوح. كيف تحسب في اقتصاد مفتوح؟ الدخل القومي والانفاق القومي هو الانفاق الاستهلاكي زائد الانفاق الاستثماري زائد الانفاق الحكومي زائد الانفاق صافي الانفاق الخارجي. اذا جمعناهم كلهم لبعض بيعطيني ايضا الدخل القومي بطريقه الانفاق. هذا الكلام سوف ناخذ عليه مسائل حسابيه لاحقا لانه مهم جدا. الان في عندي موضوع مهم جدا بدنا نحكي فيه اللي هو الدخل او الناتج القومي الحقيقي والناتج القومي الاسمي. الناتج القومي الحقيقي والناتج القومي الاسمي او الغير حقيقي. كيف نحسبه؟ وشو هم؟ الناتج القومي الحقيقي او الفعلي له اسم اخر بسموه الفعلي، وله اسم ثالث الناتج القومي بالاسعار الثابته. له ثلاث مرادفات تسميه: ناتج قومي حقيقي، ناتج قومي فعلي، او ناتج قومي بالاسعار الجاريه. وفي عندي شيء اسمه الناتج القومي الاسمي او اسم مرادف اخر ناتج قومي نقدي، او اسم ثالث له الناتج القومي بالاسعار الجاريه. ثلاث تسميات لشيء واحد. شو بالاسعار الجاريه او الاسمي او النقدي؟ والقيمه النقديه الاسميه للناتج القومي او الناتج المحلي مقوما باسعار تلك السنه او مقوما باسعار الجاريه. شوي لما اعطيكم امثله هتفهموها اكثر. هلا بعد شوي بفهمكم اياها، اصبروا. اما الناتج القومي الفعلي او الحقيقي او بالاسعار الجاريه هو الزياده الحقيقيه في انتاج السلع والخدمات مقوما باسعار سنه الاساس. شو يعني سنة الأساس؟ سنة الأساس دائما وأبدا هي السنة الأولى في التقييم، هلا بناخذ عليها مثال وبنعرف مثال هون ومثال هون، مثالين. عندنا خليكم معي مثال توضيحي عشان نعرف شو يعني ناتج قومي فعلي، شو يعني ناتج قومي اسمي. طيب لنفترض جدلا للتبسيط انه الاقتصاد عندي ينتج سلعه وحيده الا وهي سلعه الطاوله. ينتج سلعه وحيده الطاوله. ففي سنه 1999 أنتج في البلد 4000 طاولة، بيعت كل طاولة بأربع ريالات، فأربعة آلاف في أربعة بيطلع الناتج المحلي الإسمي 16000. هاي القيمة الإسمية في سنة 99. بعدها بسنة الانتاج لم يتغير، انتجنا برضو 4000 طاولة، لكن السعر تغير، ارتفع سعر الطاولة الواحدة من 4 ريال الى 6 ريال. معناته يصبح اجمالي الناتج الانتاج الكلي في البلد الاسمي في سنة 2000 اضرب 4000 24000
زيهم زيهم زي سلعة الخبز 210 في 50 10500 نفس النظام. هون خليك معي 99 انتجنا 4000 كرسي او طاوله. سعر الكرسي او الطاوله اربعه اجمالي انتاج الكلي 16000. هذا الاسم وليس الفعلي، الاسم بالاسعار التجاريه لكل سنه على حده. لاحظوا معي لاحظوا معي، انا الانتاج يا شباب لم يتغير. بال 99 بقي الانتاج كما هو 4000، وبال 2000 بقي الانتاج كما هو 4000. لم يتغير الانتاج، لم يتغير. لكن مين اللي تغير؟ السعر. معناته في سنه 2000 الناتج الاجمالي الفعلي الحقيقي ما هواش 24000، ما هواش 24000، بل هو 16000. نضرب مكتوب طلع الفعلي الحقيقي الاسعار الثابته. اسعار سنه الاساس هي السنه الاولى 99، هو الزياده الحقيقيه في انتاج السلع والخدمات مقومه باسعار سنه الاساس. سنه الاساس هي السنه الاولى 99، فلو بدي اعرف الناتج الحقيقي في سنه 2000 بضرب 4000 مش في 6، 4000 في سنه الاساس 99 4 فبيطلع 16000. معناته الناتج الحقيقي في سنه 99 هو 16000، والناتج الحقيقي الفعلي في سنه 2000 برضه 16000. لم يتغير. اما الناتج الاسمي بالاسعار الجاريه هو صح 24000، ارتفع 8000 بقيمه 8000، الانتاج ارتفع قيمه 8000 الاسمي من 16000 الى 24000. الفرق بين 24000 و16000 8000، هذا الاسم. لكن لو بدنا نيجي نحكي الحقيقي، الحقيقي لم يتغير لانه الانتاج لم يتغير. الانتاج طيب الان كيف انا احول الناتج القومي او المحلي من اسعار جاريه الى اسعار ثابته؟ من اسعار جاريه الى اسعار ثابته في عندي صيغه، انا الصيغه هي لازم تحفظوها قانون على درجه كبيره من الاهميه. الناتج القومي او المحلي بالاسعار الثابته يساوي الناتج القومي المحلي الاسمي بالاسعار الجاريه على الرقم القياسي اسعاره المنخفض الضمني ضرب 100. هذا لازم تحفظوه، لازم تحفظوه. لو بدي الرقم القياسي هذا اللي تحت اللي بالاحمر اعطاني هذا واعطاني هذا، معاي هاي ومعاي هاي، هذا مجهول، كيف اطلعه؟ بعكس، بنقل الاحمر هون بنقل الاسود تحت، فبصير الرقم القياسي اسعار المخفض الضمني الناتج القومي المحلي الاسمي للاسعار الجاريه مقسوما على الاسود. بحط الاحمر مكان الاسود والاسود مكان الاحمر، فهمتوا؟ عشان نتدرب على هذا الكلام، عشان نتدرب على هذا الكلام خلينا ناخذ المثال التالي. هل يوجد صوت يا شباب؟ في اختنا موضي بتسال اذا في صوت، احكوا نعم. اللي سامع نعم لو سمحتوا، بدنا نرد على شكرا. هاي المشكله من عندك يا موضي، خليني اكتب لها بس. المشكلة من عندك. طيب الآن عشان نتدرب ونفهم الكلام هذا كله، وكيف أحسب الناتج المحلي أو القومي بالأسعار الثابتة الفعلي، وكيف أيضا أحسب الأزرق هذا الناتج بالأسعار الجارية، وكيف احسب الرقم القياسي الاسعار برضه، خليني اخذ المثال الثاني.
مثال، على افتراض انه لدينا اقتصاد ينتج سلعتين فقط، للتبسيط عندي اقتصاد ينتج سلعتين فقط، مين هم؟ السيارات والكمبيوترات. السيارات والكمبيوترات. طيب في سنة 2004 أنتجنا أربع سيارات، بيعت كل سيارة ب$10,000، وأنتجنا كمبيوتر واحد بيع الكمبيوتر سعره $5,000. جيد، السنة التالية، هاي سنة الأساس 2004، سنة الأساس، السنة التالية 2005 بعنا مش أربع سيارات، خمس سيارات، لكن كل سيارة لا ما بعناها ب$10,000، كل سيارة بيعت ب$12,000. وبسنة 2005 زاد إنتاج الكمبيوترات، أنتجنا ثلاث كمبيوترات، بيعت ثلاث كمبيوترات بنفس السعر، السعر لم يتغير، سعر الكمبيوتر بقي كما هو، 5,000. شو بده السؤال؟ أو مطلوب السؤال شو بده؟ يريد منك تحسب 1، 2، 3. طيب، واحد، احسب الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، يعني بين قوسين بالأسعار الجارية، لما تسمع إسمي أكيد هو بالأسعار الجارية، اللي هو النومينال جروس دومستيك برودكت، واحسب ثم احسب الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي او الفعلي او له اسم ثالث بالاسعار الثابته، ريال جروس دومستيك. اثنين، هل حسب حساباتك ارتفع الناتج الاجمالي الحقيقي بين عامي 2004 و 2005 وما هو معدل؟ ثلاثة، احسب معدل التضخم من خلال الرقم القياسي للأسعار. طيب خلينا نبدأ بالفرع الأول. الفرع الأول نحسب أولا في الجدول الأول نحسب الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في سنة 2004، ثم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في سنة 2005، جدول واحد. بعدين جدول اثنين، القسم الثاني من السؤال، نحسب الناتج المحلي الفعلي في سنة 2004، بعدين الناتج المالي الفعلي في 2005. فهمتوا؟ رائع. خلينا نبدأ بالناتج الإجمالي الإسمي اللي هو جدول واحد، الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في سنة 2004. شو بنعمل؟ بسيط، الموضوع بسيط. نيجي على سنة 2004، كم سيارة بعت أنا؟ أربع سيارات. كم سعر كل سيارة؟ 10,000. أضرب 4 × 10,000 كم يا ترى؟ كم؟ 4 × 10,000 كم؟ 40,000. أكيد 40,000. هاي 40,000. رائع، 40,000. نروح الآن، شكراً يا فاتن، شكراً. نروح الآن على سنة 2004، كم كمبيوتر بعنا؟ كمبيوتر واحد. كم سعره في سنة 2004؟ 5,000. أضرب 1 × 5,000، 5,000. إذن بنجمع 40,000 زائد 5,000، شو بيعطيني؟ يعطيني هذا الرقم، خليني أكتب لكم إياه، يعطيني 45,000. هاي صح؟ أكيد. هاي 4 × 10,000، 40,000 زائد 1 × 5,000، 40,000 زائد 5,000، 45,000. هاي الناتج الإجمالي الفعلي، الناتج الإجمالي الإسمي في سنة 2004، الناتج الإجمالي الإسمي في سنة 2004 بالأسعار سنة 2004. نروح لسنة 2005. 2005 كم سيارة بعنا؟ 5. كم سعر السيارة؟ مش 10,000، سعر السيارة 12,000. الأسعار الجارية، اسمه بالأسعار الجارية لسنة 2005، 5 ×
12 60,000 60,000 هيك رائع. سنة 2005 كم كمبيوتر بعت أنا؟ ثلاثة. كم سعر الكمبيوتر؟ خمسة. ثلاثة ضرب خمسة 15,000. رائع. اجمع 15,000 ل 60,000 هيعطيك هذا الرقم 75,000. ها شفتوا؟ ممتاز. 5 12 60 3 5 15,000 بيطلع 75,000. رائع 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 رائع. هذا الناتج الاجمالي الاسمي لسنه بالاسعار الجاريه لسنه 2004 بالاسعار الجاريه لسنه 2005. ممتاز. الجزء الثاني يحكي لك اوجد الان الناتج الفعلي وليس الاسمي. احنا حكينا الفعلي يحسب كيف يحسب الفعل حقيقي بضرب الكميات المنتجة أو المباعة بسنة بأسعار سنة الأساس. بمعنى بضرب 4,000 في الأربعة وبضرب 4,000 مش في الستة. 4,000 مش في الستة، 4,000 برضه في الأربعة. سنة الأساس هون 99، هون 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 عندي بضرب السنة الأولى ما بتختلف 45 زيها. أنت مغمض سنة الأساس 2004، فأكيد هون حيكون نفسه. هون الفعلي هو نفس الاسم لسنة الأساس دائما وأبدا، دائما وأبدا نفسه، لأنه 4 10,000 40,000 واحد هاي سنة الأساس 2004. مين اللي حيختلف؟ سنة المقارنة 2005. هاي الخمسة ما بضربها، الخمسة خمسة ما بضربها ب 12,000. غلط. الخمسة بضربها بال 10,000 بسعر بيع السيارة في سنة الأساس 2004. لاحظ معي بطلت 12,000، طلع صارت 10 زي فوق زي سنة الأساس 2004. شفتها؟ أيوة. أضرب 5 في 10,000 كم يا ترى؟ 50,000. 50,000. أضرب 3 كمبيوترات 5 لأن سنة الأساس 2004 سنة نفسها 5,000 برضو 15,000 زائد 15,000. إذن التوتال 65. إذن الناتج الفعلي في سنة 2005 65,000. 65. فهمتوا؟ الفعلي أيوة، بينما الاسمي 75,000. فهمتوا؟ رائع جدا جدا. الآن اثنين، هل حسب حساباتك ارتفع الإنتاج الحقيقي هذا فعلي هنا حقيقي بين 2004 و 2005 هل ارتفع؟ نطلع. هاي الناتج الفعلي في سنة 2004 كان 45,000 الحقيقي هي، بينما في 2005 أصبح 65,000. شو الجواب؟ نعم أو لا؟ مين بيعرف؟ هل ارتفع أو بكلمة نعم أو لا؟ أحسنت يا يوسف، صح كلامك، ارتفع أكيد، ارتفع من 45,000 إلى 65,000. كلامك سليم، ارتفع بقيمة 20,000 دولار. صح، ارتفع بقيمة 20,000 دولار. ممتاز. ما هو معدل النمو في الاقتصاد؟ أخذناه سابقا. احسب معدل النمو في الاقتصاد أو معدل النمو في الناتج الإجمالي الحقيقي. النمو الاقتصادي ما هو إلا نمو الناتج الإجمالي الحقيقي. كيف يحسب؟ زيه زي أي نمو في الدنيا. معدل نمو الأسعار، معدل نمو الأرباح، معدل نمو الصادرات، معدل نمو الواردات، أي نمو في الدنيا
طريقة حسابه ثابتة اللي هي الجديد ناقص القديم على القديم. هيك اهو معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي هو جديد الناتج الإجمالي الحقيقي الجديد في سنة 2005 ناقص الناتج الإجمالي الفعلي في السنة القديم في سنة 2004 على تقسيم الناتج الإجمالي في سنة 2004. سنة 2000 الناتج الفعلي الحقيقي في سنة الجديد في سنة 2005 كم؟ 65000. هاي جديد. اطرح منه القديم تبع سنة 2004 السنة القديمة اللي قبلها 45000 على القديم 45000 قديم قديم نفسه هذا هو نفسه 65000 ناقص 45000 20000 على 45000 بيطلع معدل النمو في الناتج الحقيقي 44%. طب انا بدي اسالك سؤال من عندي سؤال انا بدي اسالك هل حسب او بلاش هل حسب احسب معدل النمو في الناتج الاجمالي الاسمي مش الحقيقي الاسمي مين بيعرف يتفضل اعطيكم دقيقتين تحلوها يلا اجاك بالاختبار احسب معدل النمو في الناتج الاجمالي الاسمي وليس الحقيقي يلا وانا بدي احسبها معكم على الاله الحاسبه انا بدي احسبها معكم لان انا ما بعرف الجواب انا ما بعرف بدي احسبها زيكم خلينا افتح الاله الحاسبه واحسبها الاسمي السنه الجديده 2005 ناقص السنه القديمه 45000 على السنه القديمه 45000 يساوي احسنت يا يوسف برافو عليك تقريبا 77% 67% احسنت برافو عليك برافو هي بتطلع بالضبط هيك 0.6666 هيك بتطلع عليها الحاسبه لما تيجي تحسبها بتطلع هيك صح ايوه تقريبا ايوه برافو عليك تقريبا نعم جوابك صح كيف حسبناها اجينا على الاسم مش الفعلي الجديد 75000 ما اطرح منه هاي الجديد هون الاسمي وليس الحقيقي الاسمي الجديد الاسمي 75000 بدل 65000 75000 القديم الاسمي برضه نفسه 45000 على القديم 45000 فبتصير 75000 ناقص 45000 45000 بيطلع معك هون فوق اللي هي 75000 ناقص 45000 بيطلع 30000 30000 45 بيطلع 67% احسنت برافو عليك برافو طيب الان اخر مطلوب ثلاثه احسب معدل التضخم هو شو هو معدل التضخم هو التضخم تعريفه عرفناه في اول لقاء يوم الاحد الماضي وحنوفده بعدين حاعطيكم عليه امثله حخصص لكم في اللقاء الحي الحادي عشر لقاء مستقل للتضخم وحساب التضخم الى اخره لكن شو التضخم؟ التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للاسعار المستوى العام للاسعار معناته معدل التضخم هو معدل مش نمو الناتج معدل نمو الاسعار معدل التضخم كانه بيحكي لك اوجد معدل نمو الاسعار هو نفسه معدل التضخم معدل نمو الاسعار هو معدل التضخم من خلال الرقم القياسي لانه يحسب التضخم من خلال الرقم القياسي او المخفض الضمني للناتج المحلي طيب في البدايه لازم احسب الرقم القياسي لي سنه 2004 لازم احسب الرقم القياسي لسنه 2005 هذا تعال معي
في القياس لما حكيت لكم يحسب ننقل هاي الاحمر هون وهاي هون صح؟ هاي قانونه الناتج القومي المحلي بالاسعار الجاريه الاسمي على الناتج القومي بالاسعار الثابته ضرب 100. طيب خليكم معي. اذا بدنا نحسب الرقم القياسي. انا الناتج المحلي بالاسعار الجاريه موجود عندي، والناتج القومي المحلي بالاسعار الثابته برضه موجود عندي هنا موجودين هنا. هي حسبتهم ما حسبتهمش. هي الاسم هنا والفعل هنا. هي شايفينهم؟ خليكم معي. بالاسعار الجاريه بالاسعار الثابته اللي هو الاسعار الثابته الفعلي او الحقيقي، بالاسعار الجاريه اللي هو الاسمي صح؟ ايوه. طيب خليكم معي. دائما عندي سنتين بدي نعرف الرقم القياسي في سنه 2004 والرقم القياسي في سنه 2005. خليكم معي. الرقم القياسي دائما لسنه الاساس انت ومغمض حسبتها ولا ما حسبتها دائما 100 نقطه، دائما 100 نقطه بدون ما تحسبها، بدون ما تغلب حالك حطها 100 دائما. سنه الاساس 100، هاي سنه 2004 دائما 100. زي هون سنه 99 الرقم القياسي لها هو 100 معروف. كيف حسبته؟ تعال احكي لك كيف حسبته. الناتج القومي بالاسعار الجاريه سنه 99 اللي هو 16000، بحط 16000 على الناتج المحلي بالاسعار الثابته في نفس السنه برضه 16000. ف 16000 على 16000 واحد ضرب 100. فهمتوا؟ خليكم معي. تعالوا هون على المثال الرقم القياسي للاسعار في سنه الاساس سنه 2004 الاولى اللي هو تعريفه هي الناتج القومي المحلي بالاسعار الجاريه في سنه 2004 كم؟ خلينا نروح نشوفه. الناتج بالاسعار 2004 كم؟ 45000. هي 2004 الاسمي 45000 هي بالبسط. هي ثابت 2004 على الناتج القومي او المحلي بالاسعار الثابته الفعلي ثابت 2004. بحكي على 2004 هي الفعلي ثابت 2004 برضه 45000. فبتقسم 45 على 45 واحد، اكيد واحد ضرب 100. عشان هيك حسبتها بالاختبار. يعني لو قلت لك بالاختبار سنه الاساس احسب لي رقم قياس الاسعار بدون ما تحسب على ايدك، بدون ما تحسب على الحاسبه، بدون حطها 100 نقطه على السريع. 100 نقطة أنت مغمض، لا تحتاج حسابات، لا تحتاج حسابات نهائيا. مين اللي محتاج حساب؟ السنوات اللاحقة أو سنوات المقارنة 2005، لو في 2006، لو في 2007. أوكي طيب، الرقم القياسي أو المخفض الضمني لسنة 2005 شو بيساوي؟ أكيد بيساوي الناتج الإجمالي الإسمي في سنة 2005 اللي هو 75000 تقسيم الناتج الإجمالي الفعلي في سنة 2005 برضه 2005 مع 2005 ها 2005 مع 2005 لاحظ هدول اثنين مع بعض 75000 على 65000 ضرب 100. لوك أيه. الناتج القومي بالأسعار الجارية لسنة 2005 75000 على الناتج المحلي بالاسعار الثابته او الفعلي 65000 تضرب تقسم هاي على هاي بيطلع 1.15 اضربها ب 100 1.15 اضربها ب 100 115 يا فاتن. برافو. هيك صار عندي الرقم القياسي للاسعار في سنه 2004 والرقم القياسي للاسعار في سنه 2005. هو بده معدل نمو الاسعار او معدل التضخم اللي هو معدل نمو الاسعار الجديد ناقص القديم على القديم. خلص معدل التضخم هو معدل الجديد 2005 الجديد 2005 115 هون بدل هون
مش معدل نمو في الناتج الحقيقي، معدل نمو في الاسعار. ما هو معدل نمو في الاسعار هو معدل التضخم الجديد 115 ناقص القديم 100 على القديم 100، صح؟ اكيد هي 115 ناقص 100 على 100 اللي هي فوق 15، اللي هي 115 ناقص 100 15، 15 تقسيم 100 بيعطيك 15%. تكتب ايضا هكذا وتكتب هكذا، هي نفس. ايوه رائع، انتهى اللقاء، انتهى اللقاء. ارجو ان تكونوا استفدتوا. نحن باذنه تعالى في اللقاء الحي التاسع هعمل لكم اختبار تجريبي تدريبي اول، من اللقاء الاول حتى اللقاء الثامن هعطيكم تمارين اخرى من خلال الاختبار. بعطيكم ربع، بعطيكم وقت تشلوه، بعدين بغلق الاختبار، بعدين ببدأ حل أسئلة الاختبار عشان تعرف أخطائك، تتعلم من أخطائك، وهيك بنتدرب أكثر إن شاء الله في اللقاء اللي التاسع. انتهى اللقاء، بتشكركم على تفاعلكم الجميل، وإن شاء الله بنلتقي يوم السبت في لقائنا الرابع لكي نأخذ فرضيات النظرية الكلاسيكية وفرضيات النظرية الكنسية بإذن تعالى. حتى يوم السبت نلتقي الساعة الرابعة، لقائنا السبت الساعة الرابعة وليس 4:45. حتى ذلك الوقت السلام عليكم رحمته تعالى وبركاته. الله معكم.